moins chaud. ويتفضل الآن رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة في دور المرأة البحرينية للألعاب الرياضية. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الاتحاد البحريني لألعاب القوى. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الاتحاد البحريني لألعاب القوى. الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الاتحاد البحريني لكرة القدم. الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، الاتحاد البحريني لكرة الطاولة. الشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة، الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين. الشيخ علي بن محمد آل خليفة، الاتحاد البحريني لكرة الطاولة. ويتسلمها بالنيابة السيد محمد كاظم الحلواشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد. الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة، الاتحاد البحريني للرماية. السيد عادل عبد الرحمن العسومي، الاتحاد البحريني لكرة السلة. ويتسلمها بالنيابة السيد خالد الخياط، نائب رئيس الاتحاد. السيد عبد الله يوسف رحمة الدوسري، الاتحاد البحريني للبولينج. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وبهذه المناسبة يتقدم المجلس الأعلى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات التي شاركت في رعاية ودعم يوم المرأة البحرينية 2012. الراعي الحصري فور سيزن هوتيل، منارة للتطوير، بيوت الديار، مودا مول، الرعاية الذهبية، شركة ألمنيوم البحرين ألبا، بيت التمويل الكويتي، ممتلكات شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك، الرعاية الفضية، شركة نفط البحرين بابكو،
البنك الأهلي المتحد، شركة غاز البحرين بنغاز. كما ويتقدم المجلس الأعلى للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات التي ساهمت في تقديم التسهيلات لتنظيم نشاطات وفعاليات يوم المرأة البحرينية، وهي وزارة التربية والتعليم، جامعة البحرين، واللجنة الأولمبية البحرينية. صاحبة السمو الملكي، الآن وإحياءً للألعاب الشعبية القديمة الخاصة بالفتيات، يقدم لكم الفريق الفائز في دورة الألعاب الشعبية فقرة استعراضية حية تجسد ماضينا الجميل.
الوفاء والعرفان لمن بدأ في مسيرة الرياضة النسائية في مملكة البحرين، واستذكارا لإنجازاتهن التي سطرت التاريخ بأحرف من ذهب. تتفضل صاحبة